في ذات النقطة مثل العلاج والأمراض، يعني ألعاب الفيديو قد تعالج الاكتئاب. خلصت دراسة علمية أمريكية إلى أن ألعاب الفيديو قد تكون قادرة على علاج الاكتئاب، لكن هذه الدراسة تأتي تتناقض دراسات أخرى قد تفيد بالعكس تماما. ربطت آخر الدراسات العلمية التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية بين ألعاب الفيديو وعلاج الاكتئاب، وشملت الدراسة 160 طالب طلب منهم ممارسة 6 أنواع مختلفة من الألعاب مدة الواحدة 3 دقائق. وتوصل الباحثون لأن ألعاب الفيديو تساعد على إعطاء الفرد شعور بأنهم يسيطرون على الاكتئاب وأنهم قادرين على التخلص منه من خلال ممارسة نوعية محددة من الألعاب، لا سيما تلك التي تعزز بعض وظائف الدماغ.